خويا باقي ما خديناش التذكره، ما كاين حتى كل واحد ما خدا التذاكر، كاين مشكل في التذاكر اخويا. انا اخويا راه جيت من طاليان انايا على قبل الماتش ديال المغرب، سيبورطاو المغرب والله يسمح لي من واحد جده، فم ديالها مشي جبعته، فم ديال جده بعته، وشوفي صيفط لي العبار، وانا الدريات كلهم عندهم السمايل، انا جاي جاي نجيب لك شي سمايل، الله يسمح لي منا. المهم هو اننا ننتصروا ونلحقوا الاقصى حد ان شاء الله، وعلاش لا ما نديوش ان شاء الله نوصلوا للفينال ولا نديو لا كوب، علاش لا؟ فرحونا وبغينا نفرحوا عاوتاني في شي فرحه كبيره، بغينا نوصلوا شي حاجه، يعني هاد لا كوب هادي يعني فرصه لينا، والله الا فرصه. كنشوفوا بان راسنا يعني قادرين نفوزوا على البرتغال. متابعي موقع لوماتان سبور، مرحبا بكم في ميكرو المونديال. غدا ان شاء الله المواجهه اللي كينتظروها جميع المغاربه وجميع العرب، المنتخب الوطني المغربي غيواجه نظيره البرتغالي برسم ربع نهائي كاس العالم. مباراه مهمه، تختلفت التوقعات بخصوص هذا اللقاء، بقاو معنا نسمعوا لها. ان شاء الله بحول الله كنتوقع الركراكي ديما كيكون في المستوى، يعني نحاول يدير بحال المباريات الاولى بحال كرواتيا بحال بلجيكا بحال كندا نفس التكتيك، ان شاء الله غادي نربحوا البرتغال. التوقع ديالنا كمغاربه ان شاء الله الفوز، هذه اول حاجه حنا كنتوقعوا ان شاء الله باذن الله، بلا الدراري غدا ما غاديش يخونوا الثقه ديال الجمهور ديالهم، ان شاء الله باذن الله غيقدموا اللي عليهم، حنا موراهم ديما مساندينهم في السراء والضراء، سواء الا كان الفوز راه داكشي اللي بغينا، ما كانش الفوز راه داروا جهدهم وكثر من جهدهم وحنا فخورين بهم بزاف، وان شاء الله باذن الله ما ان شاء الله ان شاء الله في تفاؤل ومتيقنين وجد جد متيقنين بالله غدا ان شاء الله غادي يقدموا مقابله في المستوى، وان شاء الله التاهل غيكون من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. مقيمين هنا في قطر ما اختلفتش عليكم الاجواء شويه في لاقاط ديال الحضور ديال الجمهور؟ شويه لان قطر ولافه، ولكن دابا حاليا كاين واحد الاختلاف لان كتشوف اجناس كثيره، الحمد لله قطر مضيافه والناس ديالها مضيافين، كيف كتشوف الاجواء دابا حاليا جميع الجنسيات جاوا، رغم انه كانت بعض القيل والقال بان قطر ليست لها فهمت ما غاديش القدره على التنظيم، الحمد لله شرفونا وشرفوا الكره شرفوا العالم العربي بصفه عامه، والحمد لله احنا كمغاربه مازالين مستمرين معاهم في المغامره، وان شاء الله باذن الله غادي نزيدوا معاهم في المغامره الى ابعد الحدود ان شاء الله باذن الله، وديما المغرب بالتوفيق علينا. كيف الحضور ديال الجمهور المغربي في المونديال؟ شوف الحضور بهذا العام كان مشرف بزاف بزاف بزاف، خصوصا مع طاقم يعني مغربي اللي هو الوليد الركراكي، صراحه كنرفعوا ليه القبعه، يعني اول مره كنتاهلوا لهذا الدور ديال الثمانيه اللي هو الربع، وكنشوفوا بان عندنا يعني الدور المجموعات وحتى مع اسبانيا عندنا هدف واحد اللي تمرك علينا، كنشوفوا بان راسنا يعني قادرين نفوز على البرتغال، وخصوصا واحد النقطه يعني كرواتيا مادام اليوم ربحت البرازيل، الا هذا كيعطي حافز بان المغرب ان شاء الله بان عادي غيضرب البرتغال، وان شاء الله غنتمناو ان شاء الله ندوز اللي كيعطي الريسبي هو اللي كيعطي النتيجه، الا احترمتي الفريق الخصم سواء كان كبير ولا صغير كما بغى يكون الشكل ديالو الاسم ديالو العالم ديالو راك غادي تفوز عليه في النهايه، الا قللتي من الاحترام ديالو فكون على يقين راه النتيجه ما غاديش تكون الصالح ديالك. شوف المهم حنا ما تتهمناش النتيجه، المهم هو التاهل. افرحونا وبغينا نفرحوا عاوتاني في شي فرحه كبيره، بغينا نوصلوا شي حاجه، يعني هاد لاكوب هادي يعني فرصه لينا، والله الا فرصه بالنسبه للمنتخب، انت كيما تشوف الصبليون مشات، ها الارجنتين هي اللي كانت مرشحه باش تدي الكاس هي مشات. البرازيل. ودي البرازيل البرازيل اودي، البرازيل مشات دابا بقات الارجنتين، يعني الارجنتين ماشي شي حاجه، راه السعوديه راه كعارف عطاتهم الصلخه. كيف بان لك الحظوظ ديال المغرب؟ أو في الحقيقة احنا متفائلين ولله الحمد، رغم أن هذا المونديال تيحمل العديد من المفاجآت، على سبيل المثال شفنا المباراة ديال الأرجنتين مع السعودية، اليوم شفنا المباراة ديال البرازيل مع كرواتيا، يعني شي نتائج ما كنتوقعوهاش، ولكن ولله الحمد حنا متفائلين لواحد الدرجة كبيرة وعندنا ثقة كبيرة في الإطار الوطني ديالنا السي وليد الركراكي والمنتخب الوطني كل واحد باسمه. كنتمنى لهم التوفيق ونتمنى ان شاء الله ربي يكون معنا ونربحوا باذن السامع العالي. ان شاء الله حضرتي المباريات اللي قبل ولا دي اول مباراه؟ مالوغوزمون ما توفقش انا نحصل على التيكيت ديال اسبانيا والمغرب، ولكن الحمد لله في هذه البلاصه تفرجت باغ تليفون انا ومجموعه من الاصدقاء وفرحنا بزاف، كانت فرحه كبيره وفرحوا معنا بزاف ديال الناس بغض النظر عن الانتماء الجغرافي ولا الجنسيه ديالها ولا حتى العرق، يعني كتلقى واحد
جنسيته اوروبيه ولا لاتينو فرحان بزاف سيغتو لي لاتين فرحوا بزاف وحنا كنا سعداء بداك الانتصار ولله الحمد. مقارنه بلي ما نكذبش عليك انا جيت حتى النهار ديال اسبانيا عاد جيت ولكن الاجواء اللي كانت في نهار اسبانيا يعني ما خليت حتى بلاد في الفراجه في الكوره ولكن عمري شفت داك الجو اللي كان داك النهار وسيغتو في هذه البلاصه هذه بالضبط يعني راه بقينا خلاص ما كنتش ناعس مع الفواياج مع كتنسى التعب كتنسى كل شيء دخلنا للتيران تفرجنا انا كنت مشيت تفرج خلاص في التيران والحمد لله الصوت يلاه رجع ليا اليوم البارح ما كانش كاع الصوت صفاره خلاص راه جوج ديال الصفارات ضروري من التشجيع حنا راك عارف حنا لا دابا صافي ستريبسيل هوز كاع الحوايج اللي غادي يقدروا يرجع لي الصوت راني درتهم الحمد لله دابا حنا كنوجدوا ان شاء الله الغدا وخلاص فاش يكون لاعب المغرب شوف الاجواء دابا راه هات بارابور مع الا كنتوا هنا النهار ديال المغرب راه كان واحد الاجواء خياليه وكنتمنوا غدا ان شاء الله عاوتاني نوليو نعيشوا داك الاجواء حيت داك الاجواء راه بالنسبه لينا حنا كمغاربه تاهلنا حتى لهاد الدور هذا وليد الركراكي تبارك الله عليه دخلنا واحد العقليه اللي داك القضيه ديال كتلعب كره حنا غادي نقدموا قدمنا مباراه كبيره ضد الفرقه ضد الفرقه لا مابقاش كيهمنا داك الشيء واخا ما نلعبوش المهم هو اننا ننتصروا ونلحقوا الاقصى حد ان شاء الله وعلاش لا ما نديوش ان شاء الله نوصلوا للفينال ولا نديو لا كوب علاش لا كل شيء ممكن اون بلوس بويسكو غلبنا البرتغال راه بلوس غلبنا الاسبان راه البرتغال في المتناول بالنسبه دابا كنتكلموا على العياء ديال اللاعبين الحديث عن بعض الاصابات كيفاش بالك الحظوظ في ظل هذه المشاكل شوف كما قال وليد الركراك يدير النيه وخليها على ربي نبينا عليه السلام يعني عندكم بعد شي كيد ماتش ولا الدراري خداو تيكيت ساكو تخو شيغ نورمالمون اون بلوس ما لقيناهمش شاف السيت ديال الفيفا انت عارف الضغط على السيت ديال الفيفا قررنا ناخذو من المواقع دون ديك الاسماء وما خديناهم صافي تخون الشيخ بزاف شحال تقريبا 1500 الدري خداهم عاد جا اليوم من برا خداهم ب 2000 2000 دولار 2000 دولار كاتيجوري انا خديت كاتيجوري زوج تقريبا ب 1200 حس ما نكذبش عليك عاوتاني نشوف هاد القضيه ما كتعيشهاش كل نهار وماشي كل عام وماشي كل سيغتو هاد الاجواء هادي وهاد الشيء حاجه ما كتغلاها ما نكذبش عليك حتى حاجه ما كتغلا اون بلوس نخلصوا كاع اللي عندنا ماشي مشكل كاع نسلفهمش ونشجعوا المنتخب ديالنا ونوصلوا لواحد النيفو ان شاء الله باش علاش حنايا شكون نهضروا بصراحه دابا شكون اللي اباغ الجوار تبارك الله اللي دايرين اكثر من جهدهم افيك لي بليسيور افيك تو سكي اغيف الدراري ديال الفرقه ولكن فاش كيشوفوا داك الجمهور واقف وفاش كيشوفوا الناس مشى لهم حلقهم وفاش كيشوفوا الناس كيشجعوا بكل ما عندهم راه بالسيف ما غادي يديروا الناس وكيزيدوا فعط ما يلعب واحد البورسونتاج ديال 50% كيولي يلعب بورسونتاج ديال 200% كيعطي اكثر من اللي في جهده والحمد لله راك شفتي كي كاين الجمهور في هذه الايامات الاخرى ونتمناو غدا ان شاء الله عاوتاني تكون اجواء مزيانه غير هو القضيه ديال لي تيكي هي الحاجه الوحيده اللي ولات كديرونجي شي شويه هنايا علاش باسكو دابا هما الدراري ما كاينش عندهم تيكي وغدا كل مره فين كيقولوا لنا نمشيو باش ناخذوا لي تيكي الوغ جايه صعيبه شويه حيت مشينا قبيله كيقول لك الناس نخلصوا 1000 دولار غير لقاو تيكي ولكن والو دابا قالوا لنا غدا ان شاء الله كاين في الملعب ديال سميتو ملعب الجنوب انا بالنسبه ليا صافي حنا خدينا التيكي ما غاديش نمشيو نزعموا مع واحد اللي ما عندوش التيكي ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى غدا ان شاء الله بزاف ديال الناس اللي يقدروا ياخذوا التيكي باش نمشيو باش نكملوا في داك المسار اللي كنا غادي له حنايا ونشجعوا ونزيدوا بالفريق ديالنا ان شاء الله علاش قلت لك علاش الله نرجعوا لكاس العالم المغربي كل شيء قريب عند الله سبحانه وتعالى خويا باقي ما خديناش التذكره ما كاين حتى كل واحد ما خدا التذاكر كاين مشكل في التذاكر اخويا انا اخويا راه جيت من طاليان انايا على قبل الماتش ديال المغرب سيبورتا والمغرب والله يسمح لي من واحد جده فم ديالها مشي جبعته فم ديال جده بعته وشوف يصيفط لي العبار وانا رد الدريات كلهم عندهم السمايل انا جاي نجيب لك شي سمايل الله يسمح لي منا ونتمنوا المغرب يربحوا كيقول لك واحد المثال السبوعه ملي كيخرجوا النياب كيعقلوا لا على تعالى بلا على دياب كتسمع غير جوا دار ذاك الباب وزايا كيف ما قطار كيف ما عين دياب وراس لافوكا احسن مدرب في العالم ذاك الراس عندك خاصو يتزار وميساج لبط المرابط زيد اخويا زيد حنا نصرفوا عليك على حسابنا ولد لينا مرابط اخرين وزيدنا شي مرابطات اخرين راه حنا محتاجينهم للجيل الجاي واللي جاي واللي جاي وحنا نحكموها والله العالم ديالنا ديالنا ان شاء الله لحقاش ضربنا عليه تماله وجينا من بلدان اخرين عشيري جاب جمل اخونا هذا راه جاي بجمل هذا من دبي جيت بجمل من دبي جاي لحداه وضاربه بجمل من دبي ضاربه بجمل ومربوحه ان شاء الله وما كاين غاشق مغرب وما كاين غاشق